طلاب الأحباء، طابت أوقاتكم بالسعادة والفرح والدفء والسكينة والطمأنينة. سننتقل اليوم إلى مفردات الامتحان النهائي أو أول مفردات الامتحان النهائي، وهي تبدأ بصفحة 35 بأنواع الكتابة. أريد أن أشير إلى أن مادة الامتحان الثاني تبدأ من صفحة تبدأ من صفحة 26 وتنتهي إلى صفحة 35. أنواع الكتابة تدخل في مادة الامتحان النهائي. إذن أنواع الكتابة، لابد أن نعرف أن اللغة هي وسيلة الإنسان للتواصل مع الآخر فهما وإفهاما. كيف أستطيع أن أتواصل مع الآخرين؟ من خلال اللغة، فهي طريقتنا للفهم والإفهام. فالإنسان يفكر باللغة، وتشترك الكتابة مع اللغة في هذه الخاصية. بماذا تشترك الكتابة مع اللغة؟ أنها لغة التفكير، حيث إنها تقوم بالعديد من الوظائف المهمة للفرد والمجتمع على السواء، هي الكتابة. وبالتالي فإن الإنسان يستطيع بالكتابة أن يخبر غيره، أن يعلمه بأمر ما. إذن عن طريق الكتابة ممكن أوصل فكرة. الآن لاحظوا أننا نتواصل بلغة الرسائل على مواقع التواصل، إذن أريد أن أوصل فكرة، أريد أن أقول لكم عن أمر مهم أكتب لكم. فبالتالي هي تشترك مع اللغة بأنها الوسيلة لأن يخبر الإنسان أو يخبر غيره بما يعلمه، أو أن يقضي مصالحه وحاجاته، وأن يشرح شيئا ما ويوضحه عن طريق الكتابة. ممكن يعني أشرح أي شيء مبهم، أو أن ينصح أو يعلل أو يعبر عن الأفكار والمعتقدات والعواطف. ومما سبق فالكتابة تختلف باختلاف الهدف الذي يكتب الكاتب من أجل تحقيقه. فإن كان الكاتب يكتب في وظيفة مستقبلية أو حياة علمية أو مصالح، إذن هو بيكتب كتابة وظيفية. ما هي أنواع الكتابة الوظيفية؟ رسائل، ملخصات، تقارير. وهذا النوع من الكتابة اللي هي الكتابة الوظيفية يكون بغرض الاتصال بين الناس من أجل قضاء الحاجات والشؤون العملية والوظيفية والمصالح النفعية. إذن الهدف من الكتابة الوظيفية هي أمر نفعي، متطلب نفعي، يتعلق بوظيفة، بتسيير أمر، بتسيير مهمة. ويتصف هذا النوع بأنه لا يخضع لأساليب التجميل، إذن ما بيحتاج لجانب بلاغي، إبداعي، مثلا مجاز، استعارات، تشبيهات. ليه؟ لأنه يؤدي غرضا وظيفي تقتضيه. يعني أنا الآن أنا أريد أن أؤدي وظيفة، أريد أن أكتب استدعاء مثلا. ما الهدف من الاستدعاء؟ مثلا أصنع على أمر معين. هل يحتاج القارئ بأنه يقرأ مثلا شعر أو يقرأ مثلا جانب محسنات؟ لا، هو أمر إذن لابد أن يكون مختصرا ويؤدي أو يحقق غاية أو منفعة معينة. كما يتسم هذا النوع بغلبة الأسلوب، إذن بكثر فيه الخبر التقريري، الجانب الخبري التقريري، والموضوعية في العرض، والدقة والوضوح والإيجاز والأمانة العلمية. لاحظوا مرة ثانية، قال الكتابة تختلف باختلاف الهدف. إذن الآن يريد أن يفرق عندي بين أنواع، نوعين من الكتابة، كتابة وظيفية نفعية وظيفية، والكتابة الثانية الإبداعية اللي هي الهدف منها الإمتاع و يعني التذوق والجانب الروحي، يعني يتأصل فيها الجانب الروحي. فإذا تختلف الكتابة باختلاف الهدف. فإن كان الكاتب يكتب في من أجل تحقيق وظيفة أو حياة علمية أو مصالح كتاب، مثلا لما نكتب عن السيرة الذاتية هذا جانب في الكتابة الوظيفية. لما بكتب تقرير عن حالة معينة هذا جانب وظيفي. لما بلخص أقوم بتلخيص موضوع علمي هذا جانب وظيفي للحصول على مثلا علامة. وهذا النوع من الكتابة اللي هو الكتابة الوظيفية يكون بغرض الاتصال بين الناس
لقضاء الحاجات 1 والشؤون العملية 2 والجانب الوظيفي 3 والمصالح النفعية قضاء حاجات شؤون عملية شؤون وظيفية مصالح. ويتصف هذا النوع بأنه لا يخضع لأساليب التجميل اللفظي والخيال، مش بحاجة فيه إلى خيال ولا تخيل ولا محسنات ولا مجاز ولا تشبيهات ولا استعارات. ليه؟ لأنه يؤدي غرض وظيفي تقتضيه حياة الكاتب. يتسم هذا النوع أيضا سمات الكتابة الوظيفية. 1 يتسم بالأسلوب الخبري التقريري، خبري تقريري يعني ما في تمني، ما في رجاء، ما في نداء، أسلوب خبري، جمل اسمية، جمل اسمية الهدف منها التقرير. وأيضا يتسم بالموضوعية في العرض، يتسم بشيء موضوعي يعني ما بيدخل فيه الجانب الذاتي أو الرؤية الذاتية. ويتسم بالدقة والوضوح والإيجاز، طبعا لأنه عنده بحاجة لتحقيق منفعة معينة لازم تكون دقيق في عرضك للمعلومات وتكون واضح وتكون موجز، يعني تستخدم كلمات قليلة تؤدي معاني كثيرة، موجز لا تستطرد وتسهب لأنه الهدف قضاء مصلحة أو وظيفة معينة. وأيضا لابد أن تكون أمينا في طرحك الأمانة العلمية، لا تدعي شيء لا تمتلكه. مثلا تكتب في سيرة ذاتية، لا تقول أنا حصلت على شهادات مثلا أو خبرات وأنت لم تحصل عليها، لأنه من باب الأمانة العلمية أن تكون صادقا. وبدأ يتحدث عن مجالات الكتابة الوظيفية، وبدأها في أول مجال وهو التلخيص. التلخيص، وربما نستخدم كثيرا التلخيص في مسار دراستنا الجامعية. التلخيص هو التقريب والاختصار بعد الفهم والاستيعاب. إذن بعد أن نقوم بفهم واستيعاب مادة علمية مطلوبة منا، نقوم بتقرير وتقريب واختصار. مهارة التلخيص مهارة من مهارات التفكير، وأصلا كل الكتابة تعتمد على الفكر، هي مهارة من مهارات التفكير التي تتبنى أسلوب الصقل والتهذيب والإيجاز المحكم، إنك تأتي بالمعلومات وتهذبها وتنقحها بشكل مختصر دون أن تحذف أمرا مهما. وهو يركز على العناصر الأساسية المتضمنة في إحدى الموضوعات فيعيد الملخص عرضها بإيجاز غير مخل بالمعاني الرئيسية. إذن أنا قرأت مثلا كتاب معين وطلب مني أن ألخص هذا الكتاب، إذن ماذا سأفعل؟ سأتبنى أو سأركز على النقاط الأساسية التي ناقشها الكتاب، وأبدأ بتهذيب هذا الكتاب وتنقيحه من مثلا من الأمثلة من الشروحات، وأعتمد على الأفكار الرئيسية. وطبعا هذا يحتاج إلى إتقان كبير جدا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية. الآن أهمية التلخيص، لاحظ ماذا قال، دون إخلال بالمعاني الرئيسية، يعني لا يصح أن تحذف أفكار رئيسية يتضمنها الكتاب بحيث أنها تشكل لب الموضوع. إذن نستغني عن الأمور الفرعية التي ليس القارئ بحاجة لها في فهم الموضوع. ماذا يشكل التلخيص في حياتنا أو ما أهمية التلخيص؟ تتمثل أهمية التلخيص فيما يلي: 1 أنه يوفر الوقت والجهد المطلوبين في النص غير الملخص. بدلا من أن أقرأ هذا الكتاب، أقرأ مثلا أفكار رئيسية تغني عن قراءة هذا الكتاب. 2 تعليم وتعلم استخدام المراجع، تعليم وتعلم استخدام المراجع، تدريب عملي، أنني كلما اعتمدت على قضية التلخيص أرسخ عملية الكتابة وأتمكن من تدارك الأخطاء التي قد أقع فيها في أثناء الكتابة. أيضا لما بدي يعني أستخلص نقاط رئيسية ونقاط فرعية، أتدرب على التمييز بين النقاط المهمة وغير المهمة. أيضا ضمان لحسن استيعاب الموضوع، كلما قرأت، طبعا قضية التلخيص تحتاج مني أن أقرأ مرة تلو الأخرى، فكلما قرأت كلما كان عندي قدرة في فهم هذا النص وقدرة على استيعاب الموضوع بشكل أفضل.
ولامتلاك مهارة القدرة على التلخيص لابد من اتباع خطوات تساهم في امتلاك هذا المهارة. كيف أستطيع أن أصل إلى هذه المهارة وأن أمتلك مهارة التلخيص؟ لأمتلك مهارة التلخيص لابد أن أمر بخطوات. هذه الخطوات تساعدني في امتلاك هذا المهارة والسيطرة عليها. أولاً خطوة الإدراك والفهم، لابد أن أفهم وأدرك النص جيداً، وهذا طبعاً يحتاج مني قراءة النص مرة تلو الأخرى، ولا أكتفي بمرة واحدة. خطوة الإدراك والفهم، وتتمثل خطوة الإدراك والفهم في إدراك الأفكار الرئيسية التي يتضمنها النص، وذلك لا يتم إلا عن طريق قراءة النص. لأصل الأفكار الرئيسية لا يتطلب مني قراءة واحدة، لا أكثر من قراءة، قراءة تلو الأخرى تساعدني في تحديد الأفكار الرئيسية. اثنين، خطوة التمييز بين الضروري وغير الضروري. يعني ما الذي جعلني أعتقد أن هذه الفكرة أساسية وضرورية، ولماذا حذفت هذه الفكرة واعتبرتها فكرة فرعية؟ لذلك قال في الخطوة الأولى خطوة إدراك وفهم، حتى أستطيع أن أميز بين ما هو ضروري وغير ضروري، لأن قارئ الترخيص لا يحتاج إلى تمثيل ولا توضيح ولا استطرادات ولا مترادفات ولا بديهيات ولا عموميات، ويحتاج فكرة رئيسية. الفكرة الرئيسية هي التي توصل لب الموضوع والغاية التي أرادها الكاتب. الاستطرادات والتوضيحات والأمثلة كلها الهدف منها فقط ترسيخ الفكرة. فبالتالي الآن إذا أراد الشخص أن يتوسع في هذا الموضوع يعود إلى المراجع الأساسية، لأنني أذكر للقارئ هذه المراجع ليعيد النظر، أو يعيد إذا أراد أن يعرف يعني أكثر عن الموضوع يعود للمراجع الأساسية. خطوة المباشرة في التلخيص، لاحظوا أولاً خطرة لابد إدراك وفهم هنا عن طريق قراءة النص. اثنين، أميز بين الضروري وغير الضروري. لماذا؟ لأنه التلخيص لا يحتاج إلى تمثيل، لست بحاجة إلى تمثيل وتوضيح. بعد ذلك الخطوة الثالثة، تبدأ المباشرة في التلخيص عن طريق وضع النص الأصلي جانباً، وبعد ذلك أبدأ بكتابة النص. إذن لا أبدأ في كتابة التلخيص وأنا لم أقرأ النص، لا أبدأ بكتابة التلخيص وأنا لم أميز الضروري من غير الضروري، لا أبدأ بكتابة النص وأنا لا أفهم ما هو الغاية من هذا النص. إذن أولاً فهم وإدراك ومعرفة الفكرة الرئيسية التي يتضمنها النص، وبعد ذلك أميز بين الضروري وغير الضروري وأستخرج الأفكار الرئيسية، بعد ذلك أبدأ بكتابة التلخيص. ولاحظوا لا أضع الكتاب أمامي، لا أضعها ونحي الكتاب جانباً وأبدأ بكتابة التلخيص، لأن المعلومات تكون قد ترسخت في ذاكرتي وفي مفهومي. أما الخطوة الرابعة مراجعة الموضوع، الآن قمت بالتلخيص، أبدأ بمراجعة النص الملخص، وهي خطوة يتم فيها إعادة قراءة النص لتفادي نقص خلل وتعديل بعض الأخطاء، وهذا يساهم في إبراز أكثر النص وتوضيح له. إذن آخر مرحلة مرحلة قراءة النص الملخص، لأنه قد يفوتني بعض الأفكار التي قد نسيتها، قد أقع في بعض الأخطاء التي لابد أن أهذبها وأن ألقحها، وأيضا أحاول أن أقارن بين هذا النص الملخص والنص الأصلي لأرى هل فعلا هذا النص الملخص يوجز ما أراد الكاتب أن يوصله للقارئ. تقريبا هذه أربع مراحل لقضية التلخيص. يعطيكم ألف عافية.